السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس الخامس، مساحات بعض الأشكال الهندسية. هبتدي معاك بالمربع. المربع عارفين إن كل أضلاعه متساوية، قالك مساحته، مساحة المربع طول الضلع في نفسه. أم نص مربع قطره، مش فاهم دي بقى دي جت منين، ده اسمه قطر يا شباب. قالك ان مساحته بتساوي برضه نص القطر أس 2، يعني القطر ده تاخده تربعه وتقوم جايب نصه كده، انت جبت مساحته. أمثلة: مربع طول قطره 5 سنتي، احسب مساحته. مساحة المربع بتساوي نص في قطر تربيع، قطر تربيع اللي هو كان 5، 5 × 5 = 25، يبقى دي 25 × 2 سنتيمتر مربع. مثال تاني: مربع مساحته بتساوي 50 سنتيمتر مربع، احسب طول قطره. قلنا ان المساحة بتساوي نص القطر أس 2. لو عملنا وسطين في طرفين دول كام؟ 100. المية بتساوي القطر أس كام؟ أس 2. يبقى القطر الواحد بكام؟ هنشيل أس 2 نجيب الجذر، طلعت ب10، يبقى القطر طلع بيساوي 10 سنتي. مربع مساحته بتساوي 25 سنتيمتر مربع، احسب طول ضلعه. طول الضلع يا شباب هو طول الحرف، يعني لو جاء قلب أول طول حرفه هي طول ضلعه. ماشي، انت عايز طول الضلع، طب ما في قانون للمساحة لطول الضلع اللي هو طول الضلع أس 2، لو رمزنا له بلام يبقى لام تربيع، يبقى 25 بتساوي طول الضلع تربيع. نشيل أس 2 نجيب الجذر، طلع بيساوي 5. ليه ما حطناش موجب أو سالب يا أستاذ؟ عشان ما فيش طول بالسالب. قال إن مساحة المعين نص في حاصل ضرب القطرين. أو القاعدة في الارتفاع المناظر. مش فاهم. بص يا باشمهندس، ده معين، ده قطر وده قطر، أقطاره بتكون متعامدة وبينصف كل منهما الآخر. قالك إن مساحة المعين هتبقى نص في حاصل ضرب القطرين. تمسك القطرين دول تضربهم في بعض في نص، تقوم جايب مساحته. أو القاعدة في الارتفاع المناظر. لو ده المعين يا شباب، أي ضلع من دول اسمه قاعدة، الارتفاع المناظر بيكون عمودي جاي من هنا، عمودي على القاعدة كده، ده كده اسمه ارتفاع مناظر، يبقى الارتفاع المناظر هو ده ودي القاعدة. فقام قال لك اضرب القاعدة دي في الارتفاع المناظر، والمعين كل ارتفاعاته متساوية. ليه؟ عشان القواعد متساوية، يبقى لازم تكون كل الارتفاعات متساوية. معين طول قطريه 24 و10 سنتي، احسب مساحته. مساحة المعين بتساوي ايه؟ مساحة المعين بتساوي نص في حاصل ضرب القطرين. نص ال 24 12 في 10 ب 120 سنتيمتر مربع. هديك مثالين اتنين افكار من اللي بيجوا في الامتحانات. اول واحد منهم يقول لك معين محيطه 52 سنتي وطول احد قطريه 10 سنتي،
احسب مساحته. المحيط يعني ايه؟ يعني مجموع اطوال اضلاعه من بره، ده المعين، ده زائد ده زائد ده زائد ده ب52. يبقى انا اقسم ال52 على الكام؟ هقسم ال52 على 4، يبقى كل واحد طلع بكام؟ كل واحد طلع ب13. طيب قال لك طول احد قطريه 10، في قطر منهم ب10، ده مثلا ب10، الاكثر مالها؟ ينصف كل منهما الاخر، وبتكون مالها متعامده، يعني دي بكام؟ دي ب5، ودي بكام؟ ب5. يبقى بما ان المحيط بيساوي، محيط المعين بيساوي طول الضلع في 4، اذا طول الضلع بيساوي 52 على 4 بتساوي 13. كده ليه جبت طول الضلع بكام؟ وبما ان الاقطار ينصف كل منهما الاخر، إذا نصف القطر هيساوي 5. هنرسم شكل كده ونسميه ألف ب ج د ه. هنجيب طول الضلع ده هم الفيثاغورس. ليه؟ ما هو يا أستاذ المساحة نص حاصل ضرب قطرين. أنا معايا قطر بس مش معايا التاني. أول مساحة بتساوي القاعدة في الارتفاع. أنا معايا القاعدة بس مش معايا الارتفاع. فانت لازم تجيب لا القطر التاني لا الارتفاع. فانا اسهل لي ان اجيب القطر التاني، هجيبه ازاي؟ ما هم دول متعامدين، هجيبهم من فيثاغورس. من فيثاغورس ألف ه تربيع، هناخد مثلا يا باشمهندسين المثلث ده كده مثلا، مثلا يبقى ألف ه تربيع بتساوي 169، هشيل منهم ال 25، 144. يبقى الألف ه بكام؟ ألف ه ب 12، ده ب 12. بقى كله بكام؟ بقى كله ب 24. إذا المساحة، اكتبها هنا، إذا مساحة المعين بتساوي نص في 24 في 10، طلعت بتساوي 120 سنتيمتر مربع. إذا كان النسبة بين طولي قطري معين هي 3 إلى 4، وطول قطره الأصغر 9، احسب مساحته. المسألة دي بتتحل ازاي؟ نرجع للابتدائي، كان لما بيجي لي نسبة كده كنا بنقول ايه؟ ده دول يا أستاذ 3 أجزاء. نفرض أن القطر الأصغر 3 أجزاء يعني 3 س، والقطر الأكبر 4 س. قال لك القطر الأصغر بكام؟ ب9، يبقى ال 3 س ب9، يبقى الجزء الواحد طلع ب3، والقطر الأكبر كام؟ القطر الأكبر كان 4 أجزاء، يبقى 4، وأنا جبت الجزء ب3، يبقى ب12. يبقى طول القطرين بقى كام يا باشمهندسين؟ طول القطرين بقوا 9 وبقوا 12، ده ب9 وده ب12. مش فاهم؟ تاني كمان مرة. أنت معاك النسبة بين طول قطرين معين، 3 لكام؟ 3 ل4. يبقى ده 3 أجزاء وده 4 أجزاء. هو اداك الصغير قال لك ب9، يبقوا الثلاث أجزاء دول كانوا ب9، يبقى الجزء الواحد ب3. وبما إن الكبير خد 4 أجزاء يبقى 3 في 4 ب12. إذا المساحة كام؟ إذا المساحة بتساوي نص في 9 في 12. يبقى هنا نص 3 6 ب 54 سنتيمتر مربع. في يا شباب شبه منحرف قائم، وفي شبه منحرف مختلف الأضلاع، وفي شبه منحرف متساوي الثقل. كلامنا النهاردة انت ازاي تجيب مساحتهم، وهناخد شبه المنحرف المتساوي الثقل خواصه ايه. المهم ان شبه المنحرف ده كنت بعرفه كان هو شكل رباعي. ف
في ضلعين فقط متوازيين، بنسميه بقى يا شباب باسم الضلع عندهم. يعني لو دول كانوا قد بعض يبقى متساوي الساقين، لو ما كانوش قد بعض كان هيبقى مختلف. لو كان ده نزل عمودي كده كنا بنقول عليه شبه منحرف قائم. ايه هو شبه المنحرف القائم؟ احدى زواياه يعني في زاوية واحدة بتسعين. ماشي يا شباب؟ طبعا ده تطلع 90 بالتداخل كمان. فشبه المنحرف لازم يكون له ارتفاع. اجيب ارتفاعه ازاي؟ بينزل من الخط المتوازي ده العمود، ده الارتفاع. على فكرة ملوش ارتفاع تاني، يعني ما ينفعش تنزل من ده لده عمود، ما ينفعش. هو الارتفاع هيكون ما بين الخطين المتوازيين فقط. طب في القائم ده الارتفاع، ده كده هو الارتفاع، ضلع القائم ده هو الارتفاع. قالك ان مساحة شبه المنحرف بتساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع. ايه القاعدة المتوسطة؟ القاعدة المتوسطة انا معايا قاعدتين، دي بطول ودي بطول تاني، فقال لك خد ايه المتوسط بتاعهم. طب ايه هو المتوسط؟ قال لك القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة على الاتنين. في ناس ما بيحبوش يكتبوا على اتنين كده، يقوموا قايلين نص فيه القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة في الارتفاع. مش فاهم حاجة يا أستاذ برضه. نشوف مثال كده، أنا معايا شبه منحرف، قال إن ده بستة وقال إن ده بعشرة، وقال لي إن الارتفاع بأربعة، وعاوزين مساحته. فين القاعدتين المتوازيين أهم؟ قال لي خد نص مجموعهم، اجمعهم وخد نصه، يبقى نص الستاشر. الستاشر دي جت منين؟ اللي هي القاعدة دي زائد القاعدة دي. فين الارتفاع؟ اللي هو أربعة. بس خلاص الموضوع انتهى، يبقى باتنين وتلاتين سنتيمتر مربع. معايا شبه منحرف قائم، كانت دي بخمسة وكانت دي بأربعة وكانت دي بثمانية، عاوزين مساحته. أهم حاجة الخطين دول هما اللي متوازيين؟ أيوة خلاص تمام. يبقى المساحة بتساوي نص مجموع القاعدتين المتوازيتين، أربعة وثمانية كام؟ باتناشر، في الارتفاع اللي هو خمسة. نص الاتناشر ستة، خمسة في ستة بتلاتين سنتيمتر مربع. شبه منحرف طول قاعدتيه المتوازيتين ستة وثمانية وارتفاعه اتناشر، احسب مساحته. المساحة يا أستاذ بتساوي نص مجموع القاعدتين المتوازيتين، نص الاربعتاشر، في الارتفاع اتناشر، يبقى ده طلع كام؟ سبعة. السبعة في اتناشر بكام؟ باربعة وتمانين سنتيمتر. ايه يا شباب شبه المنحرف المتساوي الساقين؟ ايه هي خواصه؟ ايه هي خواص شبه المنحرف المتساوي الساقين؟ شبه المنحرف المتساوي الساقين بيكون الساقين دول قد بعضهم، بيكون زوايا القاعدة متساوية. ليه؟ عشان ده حرف يو، بالتداخل الزاوية ده قد دي، أكيد دول قد بعض. يبقى زوايا القاعدة متساوية في القياس. قال إن أقطاره متساوية في الطول، أقطاره متساوية في الطول. ليه محور تماثل واحد؟ شبه المنحرف المتساوي الساقين ليه يا شباب محور تماثل واحد؟ له محور تماثل واحد.
يبقى خواص شبه المنحرف المتساوي الساقين ايه؟ زوايا قاعدة متساوية، القطرين متساويين، ليه محور تماثل واحد. اخر مثال معانا يا شباب النهارده، شبه منحرف مساحته 180 وارتفاعه 12، والنسبه بين قاعدتين 3 ل 2، احسب طول قاعدتين. اتفقت معاك؟ لما نلاقي نسبه نفرض ان القاعده الصغرى 2 س والقاعده الكبرى 3 س، والمساحه بتساوي نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع، نص ال 12 6، 5 في 6 ب 30 س بتساوي 180. السين الواحده طلعت 180 على 30، فيها كام؟ فيها ال 6. يبقى كل قاعده دي كانت واخده سنتين 2 س، يعني ال 2 في 6 ب 12، والثانيه 3 في 6 ب 18، يبقى قاعدتين كام؟ 12 سم و 18 سم، وهذا المطلوب. نتمنى انكم استفدنا، والسلام عليكم.